تخيل معايا انك يوم في الايام كنت داخل اليوتيوب كتفرج في مجموعه ديال الفيديوهات، واحد شويه كطيح في واحد الفيديو كاين واحد الشخص اللي بهراتك اللي بقيتي كتعجب فيها، ومن تما وليتي مهووس بشي حاجه اللي سميتها الجيتار. واش غير لو فات ديال انك عجبك الجيتار وبغيتي تتعلم ليه راه كافي باش انك توصل وتولي كتقن هذه المهارات؟ اكيد الجواب لا. الناس غالطين وكيسحب لهم بلي فاش كيعجبهم واحد المجال راه هادشي كافي باش انهم يكسلوا فيه ويوليو كيتقنوه مزيان، وكيغفلوا على بزاف ديال الحوايج اخرى، اللي منها انه الواحد راه خصو يتمرن، خصو يتدرب، وهادشي ماشي غير سيمانه ولا جوج سيمانات، لا واحد المده اللي طويله، يعني على الاقل واحد 6 ديال الشهور وانت كدير ساعه كل نهار، وهادشي كامل وانت صابر على هاد المده الزمنيه كامله حتى تدوز. والا مشيتي حتى صديتي على راسك واحد المده معينه، يعني نقولوا مثلا 6 ديال الشهور وانت كتريني كل نهار، راه من مورا ما تدوز هاد المده هادي وغادي تلاقى مثلا مع صحابك وغادي تشد الجيتار وغادي تبدا تلعب، غادي ينبهروا بزاف بالنتيجه اللي غادي تكون وصلتي لها، وهذيك راه غير النتيجه النهائيه، يعني هما ما شافوش الحجم ديال التدريب اللي درتي، ما شافوش داك لونطريمون ديال كل نهار وديك الاستمراريه كامله. وكاين فيهم اللي غادي يحاول انه يوصل للنيفو ديالك ولكن غير في مده قليله، وهذه راه ما يمكنش. وهذا هو التعريف ديال المهاره، هو انك تكون كدير واحد الحاجه بواحد السهوله بواحد الاتقان لدرجه انها كاينه في العقل الباطن ديالك، يعني بلا ما تشعر كتولي كديرها. وحتى لو سولك شي واحد وقال لك كيفاش درتي حتى وصلتي لهذا المستوى، ما غاديش تعرف باش تجاوبو، حيت بالنسبه ليك انت ما عرفتيش بالضبط اين نهار وليتي كتقن هذيك المهاره. الحاجه اللي انت متاكد منها هي انك بقيتي مستمر وبقيتي كتريني ديك المده الزمنيه كامله باش وصلتي لهذاك النيفو. وراه بحال الجيتار بحال السكيت بحال المونتاج بحال انك تهضر بواحد اللغه اجنبيه ولا تعرف تتواصل مع ناس، هادو مجموعه ديال المهارات اللي كيطلبوا واحد الوقت وكيطلبوا مجموعه ديال التمارين باش انهم يوليو عندك. والحاجه الزوينه هي انه اين فوا كيوليو عندك ديك الساعه كتولي كديرهم بواحد السهوله، يعني ما كتبقاش ديك التماره. في حين الشخص اللي ما كتكونش عنده هاد المهاره هادي كيعاني بزاف، وحتى لا دارها ما كيديرهاش بواحد الطريقه اللي زوينه وواحد السهوله. الحاجه اللي غافلين عليها الناس هي انه التركيز راه حتى هو مهاره بحال هاد المهارات اللي هضرت عليهم قبل، بالعكس هو اهم من هاد المهارات. والا تصادفتي مع واحد الشخص ولقيتي بانه كيركز مزيان في هذاك الشيء اللي كيدير، فعرف بانه راه ضرب واحد التماره وطور هاد المهارات، يعني ما جاتش بالساهل. ولكن بلاتي، علاش المهاره ديال التركيز اهم بزاف من المهارات اللي هضرت عليهم قبل؟ حيت بكل بساطه فاش غادي تطور هذه المهاره ديال التركيز غادي تعاونك بزاف وغادي تختصر عليك بزاف ديال الطريق باش انك تطور مهارات اخرين، حيت كتكون كدير واحد الحاجه وانت مركز فيها، يعني حتى دوك التمارين الله يخليوك لانك تتعلم الجيتار مزيان غادي تكون كديرهم وانت مركز ماشي مشتت، هادشي كله مزيان. ولكن شنو هو التعريف ديال التركيز وكيفاش نعرف راسي بانني راني كندير واحد الحاجه وراني مركز فيها مزيان؟ غادي نحاول ما امكن نعطيك التعريف ديال التركيز بواحد المثال اللي بسيط باش تفهم معايا مزيان. تخيل معايا عندنا واحد الدار اللي فيها ثلاثه ديال البيوتا، فيها واحد الصالون وفيها واحد الكوزينه، وكل بلاصه في هادو فيها واحد البوله، والدار كامله غادي ناليمونطيوها ب 250 فولت، ولكن 250 فولت على الدار كامله ماشي غير على واحد الشومبر. في الحاله الاولى غادي نشعلوا البولات كاملين، كيفاش غادي تكون النتيجه؟ هي انه غادي يكون واحد شويه ظلام في كل بلاصه فيهم. ولكن في الحاله الثانيه ملي غادي نشدوا غير بيت وحده وغادي نشعلوا فيها بوله وحده وغادي نطفيوا البولات كاملين الاخرين، هذيك البيت غادي تكون مضويه بزاف. في الحاله الاولى عندنا التعريف ديال التشتت، وفي الحالة الثانية عندنا التعريف ديال التركيز. التركيز هو فاش كتعطي المجهود ديالك والوقت ديالك والطاقة ديالك لواحد الحاجة، العكس ديال التشتت فاش كتكون كتفكر في بزاف ديال الحاجات. دابا ملي عرفنا شنو هو التركيز غادي ندوزو للسؤال ديال كيفاش نقدر نطور من التركيز ديالي، وبالنسبة للجواب غادي يكون كما هضرت في الأول، مجموعة ديال التمارين، مجموعة ديال التقنيات اللي خاصك تانتيغريهم في اليوميات ديالك وتستمر فيهم واحد المدة اللي طويل، باش في الأخير كتولي عندك ديك المهارة ديال أنك كتشد واحد لاطاش وكتبقى مركز فيها حتى كتساليها. وبين هاد التقنيات كاين واحد التقنيه اللي كنضل كنهضر عليها في الفيديوهات ديالي واللي كنصح بها بزاف واللي عاونتني في هاد السنين الاخرى باش انني نحقق مجموعه ديال الاهداف، وعاونتني بالضبط في سنه 2020 باش انني نخرج 6 ديال لي فورماسيون 6 ديال الشهور. وهاد التقنيه سميتها البومودورو، واكيد غادي تكون سمعتي بها وغادي تكون جربتيها، وبزاف ديال الناس ما كيعرفوش كيفاش يستافدوا منها وما كيعرفوش كيفاش يخدموا بها، داكشي علاش ما كيلقاوش واحد النتائج مرضيه. الغالبيه ديال الناس كيشوفوا هاد التقنيه على اساس انه الواحد تخدم واحد شويه وتستريح واحد شويه، تخدم واحد شويه وتستريح واحد شويه، ولكن هي راه ابعد من ذلك، هي ماشي غير كتخدم وكتستريح، وانما فاش كتكون كتخدم ومكونسونطري في واحد الحاجه وكتجي وكدير واحد الفراغ، فهنا الدماغ كيتعطش وكيبغي يرجع لهذيك الخدمه، فبالتالي كيزيد كيركز اكثر من الاول، بالتالي اشاك فوا كتاخذ هذيك الاستراحه كتزيد كتركز اكثر. العكس فاش كتكون كدير واحد المهمه بواحد الطريقه اللي متواصله، فغير كدوز واحد ساعه ولا ساعه ونص كتفقد الشغف وكيبدا كيجيك الملل وكتحاول تقلب على
اي مشتت باش انك تهرب من ديك المهمه. دونك هذه كانت غير تقنيه من بزاف ديال التقنيات اللي يقدروا يعاونوك باش انك تطلع التركيز ديالك. دابا ندوزو للشق الثاني من السؤال واللي هو اشنو غادي نستافد الى طورت التركيز ديالي. الحاجه اللي خاصك تعرف هي انه في جميع الميادين ديال حياتك ضروري غادي تحتاج التركيز، سواء في القرايه ديالك، سواء في الخدمه ديالك، سواء في المشروع ديالك، ولا حتى في العلاقات ديالك. اذا الى طورتي التركيز ديالك هادشي غادي يخلي على انه الانتاجيه ديالك غادي تزيد طلع، وبالتالي غادي تحصل على واحد النتائج اللي كبيره. ولا اليوم كنتي كتعاني من هذا المشكل ديال التركيز وكتلقى مجموعه ديال الصعوبات باش انك دير واحد المهمه ومستعد ومهتم باش انك تعالج هذا المشكل وتطور التركيز ديالك وتولي منتج اكثر، ما تخافش، حيت كاينه لا فورماسيون ديالي اللي خرجت اليوم واللي سميتها التركيز والانتاجيه 2.0، اللي ماشي واحد الفورماسيون اللي عاديه وفيها غير النظري وفيها غير الهضره، وانما واحد الفورماسيون اللي 100% تطبيقيه. كنعطيك فيها 14 تقنيه اللي جربتها انا في هاد السنين اللي فاتت واللي عاونتني بزاف باش انا نحقق مجموعه ديال الاهداف. ما بين هاد التقنيات كاينين شي وحدين اللي ما عمرني ما هضرت عليهم لا في القناه ديالي في يوتيوب لا في الكونت ديالي في انستغرام. وماشي غير هادشي اللي كاين في لا فورماسيون، كاين واحد الجزء خاص اللي كنعالجوا فيه المشكل ديال التنظيم ديال الوقت، وكنعطي فيه حتى الطريقه ديالي اللي في ثلاثه خطوات بسيطه يمكن ليك انك تصايب واحد البرنامج وتستمر فيه. وكاين كذلك الجزء اللي كنهضر فيه على واحد المشكل كبير اللي كيعانيوا منه الناس واللي هو المشكل ديال التاجيل والتسويف، وكنعطي حتى الحاجه اللي تقدر تعاونك بزاف باش انك تفك منه. وبالنسبه لل20 الاوائل اللي غادي يتسجلوا في هذه لا فورماسيون فهما غادي يستافدوا من مجموعه ديال الهدايا. كاين الهديه الاولى اللي هي مجموعه ديال الملفات اللي كنخدم بها انا باش كنظم الوقت ديالي، وكاين الهديه رقم 2 هي انهم غادي يدخلوا لواحد المجموعه في اي بي اللي فيها الناس اللي ديجا استافدوا من لي فورماسيون ديالي، يقدروا يسولوهم تما، يقدروا يتشاركوا معاهم حتى التجربه ديالهم، ولا كان عندهم شي سؤال في واحد المجال محدد فهاد الناس هادو يقدروا يجاوبوهم. وكاين الهديه رقم 3 واللي هي عباره على واحد الحصه ديال الاستشاره معايا لمده ديال نصف ساعه في التطبيق ديال زوم ولا في التطبيق ديال واتساب، اللي تقدر تسول فيها اي كيستيون ونجاوبك ونسمع المشكله ديالك، ونقدروا نتناقشوا فيها حتى على الدوره ونختاروا فيها التقنيات اللي مناسبين للحاله ديالك. حاليا لا فورماسيون عليها واحد التخفيض ديال ناقص 60%، ولكن هذا العرض هذا فقط لمده 4 ايام وغادي يسالي، وديك الساعه غادي يرجع الثمن العادي ديال لا فورماسيون. الا كنتي مهتم وباغي تسجل راه غادي تلقى واحد الرابط في الديسكريبشن، غادي تكليكي عليه غادي يديك لواحد الصفحه اللي فيها التفاصيل كامله ديال الدوره مع البرنامج الشامل ديالها، وتقدر من تما تدوز لا كوموند ديالك سواء عبر حساب باي بال ولا بطاقه بنكيه. ولا ما كانوش عندك هاد الجوج خلي لي واحد الميساج في واحد النمره هنا في واتساب، وديك الساعه الناس اللي مكلفين راه غادي يجاوبوك وغادي يوريوك الطريقه كيفاش يمكن ليك تستافد من هاد لا فورماسيون. ونورمالمون راه غير كدوز لا كوموند ديالك كتوصلك لا فورماسيون في الايميل اللي حطيتي تما، وتقدر من دابا تبدا تتفرج فيها وغادي تبقى معاك مدى الحياه. تقدر تفرج فيها في التليفون ديالك، في البيسي ولا في الطابليت، وتقدر تفرج فيها مره جوج ثلاثه 10 العدد اللي بغيتي. دابا انت قدام جوج ديال الاختيارات، كاين الاختيار الاول هو انك تاخذ لاكسيون تستثمر في راسك وتهنى من هذا المشكل ديال التركيز، وكاين عندك الاختيار رقم 2 هو انك دير راسك بحال ما طاري والو وما تسوقش، وفي الاخير هذا الشيء غادي يخليك على انك تبقى بلاصتك، وعاجلا ام اجلا ضروري غادي خصك تحل هذا المشكل ديال التركيز. دونك دابا القرار بين يديك. الناس اللي غادي يختاروا انهم يستثمروا في راسهم نتلاقاو في الجهه الاخرى من لا فورماسيون وفي الحصه ديال الاستشاره. اما بالنسبه للناس اللي ما غاديش ياخذوا لاكسيون نتلاقاو غدا ان شاء الله في فيديو جديد.